سأذكر لكم قائمة العناوين الرئيسة التي سأحدثكم عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. مثلما قلت لكم قبل قليل إنني سأحدثكم عن حق الحسين الثابت في رقابنا، العنوان الأول، سأحدثكم عن المقدمات التي تحققت منذ زمان رسول الله إلى يوم عاشوراء في السنة 61 من الهجرة، مقدمات عاشوراء الحسين، ما قام به رسول الله من تمهيد لذلك، وما قام به أمير المؤمنين، وما قامت به الصديقة الطاهرة، وما قام به إمامنا المجتبى، مقدمات عاشوراء الحسين منذ أيام رسول الله إلى يوم عاشوراء في السنة 61 من الهجرة. العنوان الثاني، عاشوراء في السنة 61 من الهجرة، حيث قتل الحسين، إنه القتل الأول لسيد الشهداء. في عاشوراء في السنة 61 من الهجرة تحقق القتل الأول لسيد الشهداء. العنوان الثالث، من السنة 61 من الهجرة، أي من مقتل سيد الشهداء إلى يوم الظهور المهدوي، قطعا سيكون الحديث إجماليا. هذه العناوين عناوين مفصلة طويلة، إذا أردت أن أضع يدي على كل مفرداتها. من السنة 61 من الهجرة إلى يوم الظهور المهدوي، إنه يوم الخلاص، هذه الفترة هي فترة التمهيد للعصر القائمي الأول، من قتل الحسين إلى يوم الظهور، مرورا بعصر حضور الأئمة
إلى الغيبة الأولى، إلى الغيبة الثانية، إلى يوم الظهور. فما بين مقتل الحسين وبين يوم الخلاص إنه التمهيد للعصر القائمي الأول. المراد من العصر القائمي الأول العصر الذي يكون مقدمة للرجعة العظيمة. ظهور إمام زماننا بمثابة الوضوء والرجعة العظيمة بمثابة الصلاة، الذين يقتلون أنفسهم بحثا واهتماما بموضوع ظهور إمام زماننا ولا يعتقدون بالرجعة، هؤلاء كالذي يتوضأ ولا يصلي. أي خيبة هذه عند الذين يؤلفون ويكتبون الكتب المطولة عن إمام زماننا وهم لا يعتقدون بالرجعة العظيمة، إنهم كالذي يتوضأ وبعد ذلك لا يصلي. أية خيبة هذه؟ رابعا، العصر القائمي الأول وهو اليوم الأول من الأيام المحمدية التي مر الحديث عنها في صحائف العقيدة السليمة في الحلقات المتقدمة من برنامجنا هذا. أيام محمد التي هي أيام الله ثلاثة: يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة. رابعا، العصر القائمي الأول وهو اليوم الأول من أيام محمد صلى الله عليه وآله. في هذا العنوان سيكون الحديث عن المرحلة الأولى من الثأر الحسيني، فالثأر الحسيني على مراحل، وحينما نتحدث عن الثأر الحسيني إننا لا نتحدث عن انتقام شخصي أو عن ردة فعل ثأرية عشائرية، هذا موضوع يرتبط بالشؤون الإلهية العظيمة. المقام ليس للتفصيل، المقام لذكر العناوين. إنها قائمة العناوين الرئيسة التي سأحدثكم عنها في مجموعة هذه الحلقات. العصر القائمي الأول، العصر القائمي الأول من أهم العناوين فيه المرحلة الأولى من الثأر الحسيني، التمهيد للرجعة العظيمة. إنه اليوم الثاني أتحدث عن الرجعة العظيمة. ففي العصر القائمي الأول هناك المرحلة الأولى للثأر الحسيني، وهناك التمهيد للرجعة العظيمة ما بعد العصر القائمي الأول. العنوان الخامس: رجعة الحسين، والحسين هو عين القلادة
في كل ما تقدم وفي كل ما سيأتي. الحسين هو عين القلادة، وهذا هو حقه الثابت في أعناقنا، بل هو الحق الثابت في أعناق الأنبياء، في أعناق الخلائق. يأتي الكلام. العنوان الخامس: رجعة الحسين في آخر العصر القائمي الأول مع استمرار الحكم المهدوي إلى نهايته. الحسين سيعود أيام القائم صلوات الله عليه في العصر القائمي الأول، في أخريات العصر القائمي الأول سيعود الحسين. وسيبقى القائم حتى ينتهي حكمه بانتهاء العصر القائمي الأول. وهنا سيفتح الحسين بوابة الرجعة العظيمة. وبعد أن تفتح بوابة الرجعة العظيمة بيد الحسين، تتحقق المرحلة الثانية من الثأر الحسيني. تقدمت المرحلة الأولى في العصر القائمي الأول، والإمام القائم سيموت بلوعة المصاب، لأن الثأر لم يتحقق حتى أموت بلوعة المصاب. فتأتي المرحلة الثانية من الثأر الحسيني. ومثل ما قلت لكم، ما هو بانتقام شخصي ولا بصولة عشائرية قبائلية، الحديث عن ثأر إلهي، مثلما نسلم عليه في زياراته: السلام عليك يا ثار الله. الحسين يفتح بوابة الرجعة العظيمة. تبدأ المرحلة الثانية من الثأر الحسيني، ويستمر الحكم الحسيني طويلا وطويلا، مثلما تخبرنا الأحاديث من أن الحسين سيبقى حتى يسقط حاجباه على عينيه. قطعا هذا لن يتحقق حسيا، فهذا عيب. في العصر القائمي الأول ستزول العاهات عن أهل العاهات، وسيكون الشباب والصحة في أجمل ما يكون. وإنما الكلام على سبيل الكناية، الكلام عن طول بقاء سيد الشهداء في رجعته الأولى. هذه هي الرجعة الأولى للحسين، والتي تبدأ في نهايات العصر القائمي الأول وبانتهاء العصر القائمي الأول. يفتح الحسين بوابة الرجعة العظيمة. هذه عناوين، وأنا أجمل لكم الكلام كي أعرفكم بهذه العناوين. ستأتينا التفاصيل والأسرار والألغاز في طوايا الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. العنوان السادس:
رجعة الأئمة متى؟ بعد انتهاء رجعة الحسين التي ستطول. رجعة الأئمة إنها رجعتهم جميعا، إنني أتحدث عن سيد الأوصياء، أتحدث عن المجتبى، عن الأئمة جميعا من ولد الحسين إلى القائم، فإن القائم سيعود في رجعة طويلة وتمتعه فيها طويلة. ذلك العصر القائمي الثاني، العصر الطويل الطويل. أمير المؤمنين ستكون له رجعات وكرات. كل إمام سيعود في رجعة في هذه المرحلة، الأمير له رجعات وكرات، له رجعات لوحده وله رجعات مع الأئمة. أقرب الفكرة لكم مثل ما يقول هو: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا. فإنه ستكون له كرات لوحده ومع الأئمة من ولده. سيأتينا الكلام ويأتينا التوضيح، وإن كان سيكون إجماليا لأن التفصيل يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا. العنوان السادس: رجعة الأئمة، رجعتهم جميعا. نهاية هذه المرحلة برجعة القائم التي ستكون طويلة بعد انتهاء رجعة القائم، سندخل في مرحلة اضطراب بين الناس، إنها مرحلة هرج الرجعة. هناك هرج سيستمر لسنين، لفترة ليست قصيرة، فترة هرج الرجعة ما بعد العصر القائمي الثاني. يأتينا العنوان السابع: كرة الحسين. هذه كرته بعد رجعته الأولى. رجع الحسين وانتهى عصر رجعته وفتح أبواب الرجعة العظيمة، وجاءت رجعة الأئمة وانتهت برجعة القائم، وجاءنا عصر هرج الرجعة، اضطراب بين الناس. تأتي كرة الحسين، ويا لها من كرة عجيبة للتمهيد للدولة المحمدية العظمى. بداية مشروع التطهير الأعظم، التطهير الحسيني، بداية المشروع. وهنا سيقتل الحسين ثانية، هنا يقتل الحسين ثانية. في السنة 61 قتله العراقيون، لكن في هذه المرحلة سيقتله العراقيون أيضا،
ولكن مع الشعوب الأخرى. لذا فإن الجريمة ستكون أقسى، ستكون أعظم. سيقتل الحسين، هذا ما هو حديثي. أنتم تعودتم مني أن لا أحدثكم إلا بحديثهم، ومثلما أعطيتكم ضمانا من أنني لن أخرجكم من سياج ثقافة الكتاب والعترة بقدر ما أستطيع. هذا هو الذي قلت لكم قبل قليل حينما كنت أتحدث في بداية الثمانينات في جمع من مثقفي المتدينين ومن الحوزويين، فكأنني أتحدث بلغة لا يفقهونها. مثلما قلت لكم اللي يقرأ هندي واللي يسمع من الجرابات، فهل حالكم هكذا؟ هل أنا الآن أعيش الحالة نفسها؟ اللي يقرأ هندي واللي يسمع من الجرابات، انتظروني وستعرفون الحقائق المرة. مثلما طمست سقيفة بني ساعدة إخبارات النبي عن قتل الحسين الأول، طمست حوزة الطوسي إخباراتهم عن قتل الحسين الثاني. من هنا إمامنا الصادق يعد أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، كما يقول المصريون في لهجتهم المحببة: افهموها بقى، افهموها، افهموا الحقيقة. العنوان السابع: كرته الحسين للتمهيد للدولة المحمدية العظمى. وفي هذه الكرة يقتل الحسين بقتلة هي أكثر فجيعة من القتلة الأولى. هذا هو الذي أراده رسول الله حين قال: حسين مني وأنا من حسين. حسين مني في القتلة الأولى، قتل الحسين كي يستمر دين جده، وكان منطلقا في شعاراته من أنه من محمد، مثلما استشهدهم على عمامته وسيفه وثيابه. إنها الأحاديث التي تعرفونها، لا أجد وقتا للخوض في التفاصيل، أنا في مقام ذكر العناوين فقط كي تعرفوا عن أي شيء أريد أن أحدثكم في الحلقات القادمة. لكن في هذه الكرة فإن الدولة المحمدية العظمى ستنبعث من دماء الحسين وأنا من حسين. حسين مني وأنا من حسين. العنوان الثامن: كرة السفاح، هكذا تعنونها كلماتهم
إنها كرة الغضب العلوي، كرة علي بعد مقتل الحسين، كرة الغضب العلوي، إنها كرة السفاح. وها هي المرحلة الثالثة من الثأر الحسيني. إنه ثأر الله، إنه ثأر الله، هذا هو الذي سأحدثكم عنه. نذهب إلى فاصل. نور عيني كيف تمضي اليوم عني، ولقد حمر ذا بالقرب مني، ولقد هد الأسى والضيم ركني، ولقد صار لدى الطغيان شأني. أين أنت اليوم؟ أي نور عيني يا حسين؟ أين أنت اليوم؟ أي نور عيني يا حسين؟ إن دهري قد غدا كيدا عليا، ليتني ما كنت قبل اليوم شيئا. كيف يقف الناس مأجورا شقيا؟ إذ سيلقى الجبت والطاغوت غيا. يا شفيع المذنبين نور عيني يا حسين، يا شفيع المذنبين نور عيني يا يا شفيع المذنبين نور عيني يا حسين. وصلت معكم إلى العنوان التاسع، الدولة العلوية الكبرى بعد تمام المرحلة الثالثة للثأر الحسيني. تبدأ الدولة العلوية الكبرى وهي مقدمة للدولة المحمدية العظمى، تستمر 44,000 سنة. دولة علي، هذه دولة علي الكبرى، تستمر 44,000 سنة. في هذه الدولة ستتحقق المرحلة الرابعة من الثأر الحسيني، وستتحقق أوبة الحسين الأولى. الحسين له رجعة، وله كرة، وله أوبة. تقرؤون هذا في زياراتهم وفي الأدعية، هناك رجعة، هناك كرة، هناك إياب، هناك أوبة. الإياب هو الأوبة في مصطلحاتهم. تتحقق أوبة الحسين الأولى مع أوبة الأئمة جميعا. وإنما أفردت الحسين بوصف أوبته بالأولى لأن أوبة ثانية للحسين ستأتي.
إذن هذه الدولة العلوية الكبرى يتحقق فيها المرحلة الرابعة من الثأر الحسيني. أوبة الحسين الأولى مع أوبتهم جميعا، مع أوبة المجتبى وولد الحسين من السجاد إلى القائم، هذه أوبة لإمامنا صلوات الله عليه. وفي زمان هذه الدولة سيتحقق برنامج الهلاك الإبليسي، لأن الوقت المعلوم هو يوم من أيام هذه الدولة، يوم الوقت المعلوم هو في الدولة العلوية الكبرى. في أخريات أيامها، وهنا سينتهي البرنامج الإبليسي جملة وتفصيلا، فقد حان يوم الوقت المعلوم في أخريات عصر الدولة العلوية الكبرى. وفي الوقت المعلوم ستبدأ رجعة محمد الأعظم، النبي له رجعة ورجعة، لكن هذه بداية الرجعة الأعظم. وحينما ينتهي عصر الدولة العلوية فإن العنوان العاشر الذي سأحدثكم عن الدولة المحمدية العظمى ستستمر 50,000 سنة، استمرار الأوبة لهم جميعا، ليس هناك من انقطاع ما بين أوبة الأئمة في زمان الدولة العلوية الكبرى وكذلك في زمان الدولة المحمدية العظمى، فإن الأوبة ستكون مستمرة، لأنهم مثلما كانوا قادة في زمان الدولة العلوية الكبرى سيكونون قادة ووزراء لأبيهم محمد صلى الله عليه وآله. قطعا علي وفاطمة سادة على رؤوسهم، هم أئمة الأئمة. حين أتحدث عن الأئمة فإنني أتحدث عن الأئمة 14، ما تحدثت عن فاطمة لأن فاطمة ستكون حاضرة، هي القيمة، لها القيمومة على طول الخط، وهذا موضوع بحاجة إلى بحث وتدقيق أعود إليه في الوقت المناسب. العنوان العاشر الدولة المحمدية العظمى كما قلت لكم قبل قليل ستستمر 50,000 سنة،
استمرار الأوبة لهم جميعا تتحقق في هذه الدولة جنة الدنيا، ويتجلى الكوثر الحسيني، سيتجلى الكوثر الحسيني في هذه الدولة، وسيتحقق معنى رحمة للعالمين. إنها الدولة المحمدية العظمى، والحسين هو الزهرة الجميلة المتفتحة فيها. أبو السجاد عين القلادة، عين القلادة في كل عصر الرجعة العظيمة. العنوان 11: انتهاء عصر الرجعة، حينما ينتهي العمر الافتراضي لهذه الدنيا يرتفعون من الدنيا، فإن الله سيرفعهم. أتمنى أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر، فإنني قد تحدثت عن هذه الموضوعات. عودوا إلى هذا البرنامج المهم دليل المسافر، محطات السفر من الدنيا إلى لقاء الله، وقد تحدثت عن هذه المحطات. العنوان 11: انتهاء عصر الرجعة، ارتفاعهم من عالم الدنيا، مرحلة دابة الأرض، المرحلة العلوية التي يتجلى فيها جلال علي في أبهى صوره. الأوبة الحسينية الثانية، وفي الأوبة الحسينية الثانية تتحقق القيامة الحسينية، وهنا يتجلى معنى أن سفينته أسرع وأن بابه أوسع. هذه قيامة حسينية قبل القيامة الكبرى. هذا أبو السجاد، السفينة الأسرع والباب الأوسع. لا أريد أن أخوض في التفاصيل، فإن الكلام سيطول. انتظروني، انتظروني مع كل هذه العناوين. لا زالت العناوين تتواصل، لكنني سأذهب بكم إلى فاصل. يا حسين العريض على شيء ما يجروحك، يا حسين يين غصبا على أي، يا حسين العريض على شيء ما يجروحك، يا حسين يين غصبا على أي. بعت بي وعراوي كبدتي بمعين العين، وابدي لبشي وادري لساهم جاسي من ليلي،
العنوان الثاني عشر: القيامة الكبرى. وهذا موضوع واسع مفصل جدا، يمكنكم أن تتلمسوا شيئا من صوره إذا ما رجعتم إلى برنامج دليل المسافر من برامجي. القيامة الكبرى تستمر 50,000 سنة، إنها المدة نفسها للدولة المحمدية العظمى. هذا هو اليوم الثالث من أيام محمد، من أيام الله. أيام الله 3، أيام محمد صلى الله عليه وآله 3: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة الكبرى. في القيامة الكبرى تكتمل الصورة، نصل إلى النهاية وتتحقق المرحلة الخامسة من الثأر الحسيني، إنها المرحلة الأعظم. نحن نتحدث عن 50,000 سنة، نعيش في الدنيا 70-80 سنة ونرى ما نرى فيها، وهنا نحن نتحدث عن 50,000 سنة، وليس في مستوى الدنيا، في مستوى الوضوح الكامل وانكشاف الحقائق على أكمل الوجوه. لا أريد الحديث في هذا الموضوع. هذا هو العنوان الثاني عشر: القيامة الكبرى. العنوان الثالث عشر: الجنة الحسية منها والمعنوية منها. والحسين أيضا عين القلادة في القيامة الكبرى، وعين القلادة في الجنة أيضا. ستأتي التفاصيل تباعا. هذه هي
العناوين الرئيسة التي أريد أن أحدثكم عنها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هذه العناوين الرئيسة، أما العناوين الفرعية وهي كثيرة وتشتمل على المطالب الأهم، ستأتينا تباعا في طيات هذه العناوين الرئيسة. قطعا سيكون حديثي قريبا من الإجمال، لأنني لا أستطيع أن أخوض في التفاصيل، فذلك يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا. وبالمناسبة فإنني لا أريد أن أحدثكم عن الرجعة بكل تفاصيلها. الرجعة بكل تفاصيلها عناوينها أكثر من هذه العناوين. أنا أوجه أنظاركم إلى اللقطات الحسينية الأهم في أجواء الرجعة العظيمة. أعدكم، إذا ما بقينا أحياء وبقيت هذه المؤسسة الإعلامية وبقيت هذه الشاشة وجرت الأمور بأسبابها وأكملت برنامج الخاتمة، سأفتح بين أيديكم ملفا متكاملا عن الرجعة بكل تفاصيلها، من قرآنهم وحديثهم وأدعيتهم وزياراتهم فقط وفقط، مثلما سأفعل أيضا في هذه الحلقات. نذهب إلى فاصل.